organization with which we are working for producing films for the youth. Particularly, they are creating films for the festival in Yemen, in promoting the work of the youth for peace. طبعا مشروع لقطة أنا أسميه أسرة لقطة لأنه مننا 12 شخص مع فريق العمل منهم 17 شخص كامل جمعنا في قاعة واحدة لمدة 15 يوم من الساعة 11 الظهر إلى الساعة 9 المساء يعني 10 ساعات متواصلة يوميا هذا خلى المشاركين كأنهم أسرة واحدة الاختيار كان صعب جدا انه اللي قدموا 200 شخص واللي قابلناهم اكثر من 90 شخص كان الاختيار صعب جدا لنا بالنسبه للتدريب التدريب اللي بنشوفه انه جدا رائع كانت والتواصل مع الاي او ام المرافقين الدولي جدا متعاونين معنا مثل استاذ احلام واستاذ لوران تواصل مستمر معنا ومتابعتهم على المشروع كان جدا رائعه في التدريب كان شيء مميز الذي هو خلقنا تواصل بينهم هم وصناع افلام في الخارج حاليا فتحنا لهم خطوط تواصل معهم وان شاء الله بيكون اعمال كبيره جدا لنشر السلام وبناء السلام طبعا في مشروع لقطه حاليا احنا ندرب 12 شاب وشابه موزعين على الفئات التاليه 4 لاجئين و4 نازحين و4 مقيمين مع مراعاه التوازن الجندري في المشروع او المشاركين طبعا حاليا نحن يتم اعطائهم 18 محور تدريبي على مدى 15 يوم هذا كله تتكلم في مجال التقني بالنسبه للتصوير وانتاج الافلام والاخراج بالاضافه الى انه تم تطعيم البرنامج بمواد حول السلام وحقوق الانسان وكمان المواطنه هذه الاشياء بحد ذاتها نحن نسعى قدر الامكان نخلق نوعا ما شباب عنده قدرة على أن يفهم السلام وكيفية أن يسمع السلام راقية صالح عبد الله حرسي كما اسمي راقية دهورة أنا لاجئة مقيمة في صنعاء ومواليد صنعاء اليمن عام 1997 مشاركة اختيرت في برنامج نقطة البرنامج اللي غير حاجات كثيرة في حياتي اسمي خالد الكريم سومالي الجنسية لاجئ في اليمن أنا حاليا مدرب في مشروع لقطة. استفادة من مشروع لقطة استفدت بشكل كبير جدا من جدول المشروع نفسه. أيضا من خبرات بعض المدربين في مجالات التصوير والتقديم والإخراج وإلى ما ذلك. مشروع لقطة أعتقد أنه واحدة من أفضل المشاريع اللي انخرط فيها. 12 متدربين كل واحد يحمل يعني من الأحلام والأفكار فعلاً ما يجعله سبيشال 12 شخص أتى من خلفية مختلفة فعلاً منهم يعني المهجرين والنازحين صح أننا بعض الأحيان كلنا عايشين في سوسايتي واحد وفي مجتمع واحد لكن فعلاً كل واحد كان له قصة يقدر يقولها صابرين جمال حسفي مقيمة في صنعاء من تعز مشروع القطاع فادني أشياء كثيرة غير أشياء كثيرة في حياتي غير مفهومي في صناعة الأفلام الوثائقية وإن شاء الله بعد مشروع لقطة إن شاء الله حيكون فريق قوي ونغير مفهوم الناس عن الشعب اليمني طبعا تغيرت الفكرة بالنسبة للمشاركين أيضا حول مبدأ السلام عرفوا أن السلام ليس لا يعني فقط إنهاء الحرب ولكن السلام حتى أثناء في فترة السلم إنه كيف نحن نعيش مع بعض ونتسامح مع بعض ونفهم اختلافات الآخر بالنسبة لنا أيضا في مشروع لقطة يعني أو مشروع لقطة هو مشروع لا يعترف بأي اختلاف ما بين أي إنسان أو آخر ألغى كل الحواجز الموجودة مشروع لقطة هو يؤمن بالإنسان والإنسانية